حيا الصحة والعافية لكم مشاهدينا في كل مكان وفي مساحات العافية. دائما نتحدث عن عافية الروح وعافية الجسد ونقدم عافية مختلفة في حديثنا عن عافية الروح، في حديث عن التنمية البشرية وتنمية الذات والتفكير الإيجابي وغيرها من ما يخلق عافية إنسانية وعافية مجتمعية، وجانب آخر للعافية في المشكلات المختلفة التي يمكن معالجتها جسديا، وهي بالتأكيد ترتبط ببعضها البعض ومختلف المساحات في عافية. طيب في الفقرة اللي هنتكلم عنها هنا الفئات المستهدفة والأكثر عرضة بالنسبة للعلاج الطبيعي، عشان نعرف أكثر الفئات اللي بتجيني في العلاج الطبيعي نحن بناخدها من ناحية أقسام. فمثلا في قسم العظام أغلب المرضى اللي بيجونا هم عبارة عن حالات الانزلاق الغضروفي، حالات خشونة المفاصل، وحالات مثلا ما بعد الكسور بالنسبة لنا أو بنقول عليه تيبس المفاصل أو قلة الحركة في المفصل. كذلك بالنسبة لنا الكتف المتجمد مثلا، دي كلها حالات بتجينا في العلاج الطبيعي. علاج بكون كيف؟ عن طريق مثلا أجهزة معينة بتقلل الألم أول حاجة، وبعد ذلك بنحاول نعمل بعض المكملات الساخنة أو الباردة حسب الحالة لتقليل الشد العضلي الموجود، وبعد ذلك بيكون في تمارين علاجية معينة. بالنسبة لقسم العظام، إذا جينا مثلا لقسم آخر مثلا قسم النساء والتوليد أو قسم المخ والأعصاب، فقسم المخ والأعصاب بيجينا حالات كثيرة، مثلا حالة الشلل بأنواعه أو الجلطات أو بالنسبة لنا اعتلال أطراف الأعصاب الطرفية، دي كلها المريض بيجينا في المجمع بيعاني من قلة حركة أو قلة إحساس. قلة الحركة وقلة القوة العضلية بتؤدي إلى ضعف الحركة وقلة التوازن. فالبروتوكول العلاجي بالنسبة له أول حاجة تقوى العضلات دي، سواء كانت في الأرجل أو في الأطراف العليا أو في الأطراف السفلى، لحد ما يصل لمرحلة معينة من التقوية، بعدها يبدأ مرحلة التوازن والمشي. فبمجمع سفانة مثلا المريض بيجينا مثلا على الويل شير أو على الكرسي المتحرك، فالحمد لله بيصل لمرحلة إنه يطلع وهو متحرك أو ماشي، يعني أضعف الحلول إنه يمشي بمشاية أو بمساعدة ذول من أهله. فبيكون العلاج على هيئة تنشيط كهربائي للعضلات، بعدها تمارين للمشي، بعدها تمارين للتوازن، وعندنا صالة معينة معدة بأنها تتناسب مع حالة المريض. فتاني عندنا قسم الأطفال، وده قسم معد بذاته يعني مهيئ، بيستقبل حالات كثيرة جدا جدا من حالات الأطفال. وأهم حاجة بالنسبة للأطفال إحنا نقول البداية السريعة للعلاج تدينا نتيجة أفضل، ونتمنى من الأمهات إن يكون عندهم الوعي الكامل بأنه لازم الطفل ده يحتاج علاج طبيعي، فما يتأخروا عشان نصل لمراحل كويسة ونتائج مرضية. الأطفال بيجونا أغلبهم هم ناس حالات الشلل الدماغي بكل أنواعه، اللي هي بتأثر على الضعف في عضلات الأرجل، في عضلات الأيادي، قلة النمو وقلة الحركة، وكذلك مثلا تأخر الجلوس والمشي بالنسبة للأطفال. بنبدأ معاهم العلاج تدريجيا على انه يبدأ التقوية في جسم الطفل عموما بتمارين رياضية معينة، ودائما الأطفال بنبعد عن كل الأجهزة الكهربائية. العلاج هو علاج تمارين بحت، فبالتالي دور الأم مهم جدا في انها تحفظ كل التمارين وتحاول تكررها معاهم في المنزل. بعد ما يتحرك الطفل ويبدأ يستعيد قوته بيكون في تمارين للتوازن، ونخليه يعيش حياة مريحة بوضعه المناسب معاه. بعض الأطفال بيشفوا تماما نتيجة لحالات خفيفة معينة، لكن بعض حالات الشلل أو الدماغي أو قلة الحركة بصورة واضحة بنصل معاهم لصورة معينة من العلاج اللي هي تكون مرضية للمريض وللأم، بحيث إنه نقلل من العبء الموجود عليها والطفل يعيش مرتاح بقدر الإمكان.